أزول في اللون، أهلا وسهلا بكم مشاهدي ومتتبعي قناة مهيب تي في. في بداية اللقطات الأولى للخسوف الجزئي اللي يحدث حاليا في ليبيا، وحنا توا الساعة 8:58، يعني قبل اللحظات الأولى لحدوث الخسوف، وقاعدين نشوفه في القمر واضح وباين مع وجود شوية سحاب. حاليا الساعة 9:28، والظل كيف بادي يبان عليه سطح القمر، وزي ما قلنا قبل شوية انه في شوية سحاب، لكن الظل الأرض واضح لكن بشكل خفيف، فكل وين يزيد الوقت ان شاء الله بيبان بيزيد بيزيد بيبان اوضح. يعني مع مرور الدقائق الأولى لاحظتوا يعني كيف الظل بدأ يبان هنايا في المقطع هذا، يعني أكثر من الأول، بس يبي شوية تركيز وتلاحظوا الفرق ما بين الجزء السفلي والجزء العلوي للقمر. في اللقطات هذه وعلى تمام الساعة 49، الظل بادي يزيد ويبان أوضح من اللقطات اللي قبلها، ويعني ومازال على باش نوصل لذروة الخسوف نبو 35. حاليا مازال نص ساعة على ذروة الخسوف الجزئي للقمر، بالرغم من وجود سحاب، للأسف مرة يجي السحاب نلاحظه في حركة السحاب، إلا أن الخسوف بدأ أوضح من الدقائق اللي فاتوا. ربع ساعة تفصلنا على ذروة الخسوف، وزي ما تشوفوا الخسوف في زيادة، والساعة حاليا 9:59. وأخيرا وصلنا لذروة الخسوف الجزئي، وعلى تمام الساعة 10:14، ونأكد بأن تصوير هذه اللقطات من مدينة طرابلس في ليبيا، وبتاريخ 28 أكتوبر 2023. نتمنى أن تكون اللقطات نالت إعجابكم ونالت رضاكم، وما تنسوش من التعليق على الفيديو ولايك وسبسكرايب للقناة. أزل في اللون دتنمير، لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.